مساء الخير على كل مشاهدينا واهلا بحضراتكم وحلقه جديده على الهواء مباشره. والستات ما بيعرفوش يكذبوا طبعا. لو سالتوا على بقيه الستات بتوعنا منى واميره اسمحوا لي ان انا اعتذر بنيابه عنهم. اميره عندها طبعا شغل ومنى من امبارح والدور البرد كان قاسي جدا عليها فاضطرت النهارده ان هي ما تقدرش تيجي. فاتمنى ان اكون يعني ايه اقدر اغطي مكانهم ونقضي ساعتين من الحوار من الحوارات والمواضيع المهمه اللي بتهتموا بيها دايما من خلال برنامجنا ستات ما بيعرفوش يكذبوا. أكيد كلنا صحينا الصبح النهاردة على خبر أعتقد أنه من أسوأ الأخبار اللي ممكن أي حد فينا ممكن يصحى عليه الصبح. يعني يكون أن مديرية أمن الدقهلية يتحط قنبلة وثلاث أدوار منها تقعد غير البيوت اللي حواليها غير المصابين. عمل جديد من الأعمال الإرهابية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية. واسمحوا لنا هنا إن إحنا لما نقول جماعة الإخوان الإرهابية إحنا مش مستنيين أي حد يعلن إن هذه الجماعة أصبحت إرهابية. الشعب المصري خلاص الشعب المصري قرر إن هذه الجماعة جماعة الإخوان الإرهابية أصبحت إرهابية. سواء هيطلع دكتور ببلاوي يعلن ده أو ما يطلعش يعلن ده الشعب المصري والإعلام المصري قرر إن إحنا من هنا ورايح مش هنقول أو مش هنتكلم عن هذه الجماعة إلا وتكون الإرهابية هي آخر حاجة إحنا بنتكلم فيها عنهم. النهاردة أكتر أو تقريبا آخر يعني الأعداد وزارة الصحة صرحت بآخر الأخبار ارتفع عدد الشهداء إلى 13 شهيد 101 مصاب منهم 9 من رجال الشرطة. مش عارفة يعني أنا النهاردة الصبح وأنا بصحى وبسمع الأخبار دي وبقول طب الناس دي عايزة مننا إيه؟ عايزة تخوفنا عشان ما ننزلش يوم 14 و15؟ لأ إحنا ننزل يوم 14 و15 وأعتقد إن الشعب المصري كله فاهم إن 14 و15 مش عشان نجيب السيسي ولا علشان نجيب ال 14 و15 لأن الشعب المصري قرر إن هو يبتدي حياته من أول وجديد ويعيش بنظافة والمجتمع اللي كان فيه الكثير والكثير من الأبوئة والجراثيم والزبالات انتهت. إن من 14 ل 15 حياة جديدة إحنا قررناها. رد الشعب المصري على كل الأحداث اللي بتحصل كلها ومستنين أحداث تانية هيكون يوم 14 و15. الشعب المصري كله هينزل يقول نعم للدستور عشان نعم للمستقبل عشان ده الحياة بتاعتنا الجديدة. حاجة تانية مهمة جدا عايز أكلم فيها عايز أكلم على رجال الشرطة. تحية لكل مجند لكل ضابط لكل عقيد لكل لواء واقف النهاردة في الشارع وهو بيحاول يحافظ على الأمن بتاعنا. تحية من القلب للمجندين الغلابة اللي توفوا واستشهدوا امبارح وكان كل حاجة عملوها في الحياة دي ان هو بينفذ تعليمات. هو واقف قدام مديرية الأمن بتاعته بيحرسها ولكن للأسف الشديد الإرهاب قرر ان هو يعتبر ان كل اللي بيحصل ده فداء لايه. انا مش قادره افهم. هل تعتقدوا ان لما يحصل ده انتوا هتخوفوا المصريين؟ اعتقد المصريين مش محتاجين اكتر من هم يقولوا احنا ما بنخافش. احنا ما بنخافش من حد. احنا عندنا قوه القرار واخترنا ان انتوا تبعدوا عن حياتنا ومش هنخاف ومش ايه مش عارفه اقولها ازاي لكن اقدر اقول ان انا كمواطنه مصريه انا حاسه ان ده بيزيدني اصرار. 14 و15 انا بتمنى انهم يجوا النهارده قبل بكره عشان احنا جه الدور ان احنا ندي درس لكل واحد فاكر انه احنا ممكن نخاف او ممكن ما ننزلش ان احنا هننزل وهيبقى لينا كلمه كبيره جدا 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 يوم 14 و15. مره ثانيه بعزي اسر الشهداء بعزي المصريين لان هنا ما بقتش الموضوع في اسر معينه. ده خبر كل مصر حزينه عشانه. ده خبر كلنا قررنا ان النهارده يوم مش حلو. النهارده اتقتل مننا ناس واستشهدوا ناس واتدمرت عربيات ناس وبيوت ناس وناس كانت مطمئنه في بيتها لان الحادثه حصل بالليل. يعني بالليل ده كله روح وكله قاعد في البيت وكله استقر ومره واحده الخيانه بتقرر ان هي تطلع علينا بالشكل اللي احنا شفناه النهارده. مره تانية بوجه تعازي لكل المصريين في الحادث الاليم. بحيي رجال الشرطه والجيش بس انا بختص رجال الشرطه لان من هنا ورايح اللي مش هيحترم هذا الرجل ومش هيقدره
يبقى لا هو مصري ولا احنا عايزين نسمع عنه. من هنا ورايح رجال الشرطة لكم مننا كل الاحترام، لكم مننا كل الولاء. احنا عارفين ان انتوا بتحرسونا وربنا يديكم صحة، وكل زوجة النهاردة وكل ام وكل بنت شايفة باباها في كلية في الشرطة ونفسها تحبسه في الأوضة بالمفتاح كده، لان هي عارفة ان هو ممكن ما ينزلش. انا بحييكم، اقول لكم معلش احنا اسفين، لكن دي ضريبة لازم ندفعها عشان خاطر مصر. فده أول خبر طبعا، أعتقد ده الخبر المتصدر كل الأخبار. الخبر التاني طبعا إن احنا مش هنقدر ننسى الحادثة الأليمة بتاعت زينة، وعائلة الطفلة زينة النهاردة بيتقدموا بطلب للنائب العام بعنوان القصاص لصغيرتي. طبعا من الواضح إن الحكم هيبقى كمان أيام، ومن الواضح لصغر سن الجناه فممكن يتحولوا إلى مصلحة، أو مش هيتسجنوا أو مش هياخدوا العقاب المفروض ان هو ياخدوه. فطبعا الام انا لو منها طبعا هبقى على نار، انا عايزه اكل انهش العيلين دول. فهي بتحاول بقدر المستطاع ان هي تقول له رجاء التمس، انا عايزه القصاص لصغيرتي. فطبعا للاسف الشديد احنا مستنيين الحكم ومش عارفين ايه اللي هيحصل النهارده. نظرا للظروف طبعا عدم وجود منى واميره، ف كل اللقاءات انا اللي هبقى موجوده في وشكم النهارده. ففقره رئيسيه اللي عندنا، كلنا سمعنا عن مصر الدفينه، وكتير من كل وسائل الاعلام وكل المذيعين زمايلنا شاركوا فيها، وكان مهم جدا حته مصر الدفينه دي تبقى بالمنظر ده وبالنجاح ده، لان المصريين بيحبوا دايما يعملوا الخير. من ضمن الحاجات كمان اللي كانت منتشره جدا بنك الطعام، وبنك الطعام حاز على نجاح كبير جدا، وبقينا كلنا واعيين ان بدل ما نرمي اكلنا، وبدل لا في ناس ممكن نحطه في علب حتى واحنا بنرميه في الزباله، نبقى حاطينه في اكياس معينين وفاصلينه عن بقيه الحاجات التانيه الملوثه والحاجات اللي احنا مش محتاجينها. النهارده احنا بنتكلم في تجربه جديده عن حاجه اسمها بنك الملابس. بنك الملابس فكره من 2008 موجوده، صاحبتها سيده اسمها نازج الالفي، والسيده نازج هي اللي قررت او فكرت في فكره، طب زي ما في كده وفي كده وفي كده، ايه المشكله ان انا اعمل حاجه اسمها بنك الملابس، وابتدي اوزع الملابس اللي كتير مننا مش محتاجينها لكتير من الناس اللي محتاجينها، ان كانوا طلبه جامعات، مدارس، بنات على وش جواز، حاجات كتيره جدا. اعتقد ان الفكره دي مهمه قوي ولذيذه، ومحتاجه ان احنا ممكن نقرب منها ونفهمها اكتر من خلال اللقاءات اللي احنا هنعملها. ده غير النهارده يوم الثلاث، يعني يوم الفقره الطبيه، والنهارده هيكون معانا او موضوع حلقتنا التعامل مع مشاكل البشره على حسب نوعها. احنا عندنا بشره جافه ودهنيه وحساسه، كتير جدا مننا بيتلخبط، كتير جدا مننا بيستعمل حاجات كلنا بنستعملها مع ان ممكن تكون ضرر مباشر على البشره، اللي احنا مش عارفين نوع البشره بتاعتنا نوعها ايه، نتعامل معاها ازاي، نستعملها ايه. ده موضوع حلقتنا النهارده. لكن في الفقره الرئيسيه بنك الملابس زي ما انا قلت قبل كده، هيكون معانا الاستاذه نازج الالفي مؤسس بنك الملابس، وكمان معاها الاستاذه نهاد عرفه نائب رئيس تحرير جريده الاخبار، وهما الاثنين هيكلمونا عن الفكره الجميله بتاعه بنك الملابس. وبعد كده هيكون معانا دكتوره منى العقبي استاذ الامراض الجلديه عشان تكلمنا عن مشاكل البشره انواعها. والتلات النهارده الشيف محمود، بعد كده الشيف محمود هيكون موجود معانا في اخر الحلقه عشان يورينا طريقه عمل صدور الرومي محشيه بالفستق والمشمشيه والكريسماس كيك، والصوره موجوده معانا. تواصلوا معايا، تليفوناتكم هتبقى مساعده اضافيه ليا، هحس ان بالتليفونات معاكم عوضنا منى واميره، ولان هم ما يتعوضوش في الحلقه دي. على الفيسبوك كل استفساراتكم احاول اوصلها لضيوفنا. نطلع الفاصل ونلتقي بعد الفاصل مع موضوعنا وبنك الملابس. كانت الأفكار جديدة ومختلفة، كل ما كلنا بنبقى مهتمين إن احنا نفهمها ونعرفها، لأن لو الفكرة بتخدم المواطن المصري ليه لأ؟ فكرة زي اللي احنا بنقدمها النهاردة بنك الملابس من الأفكار الجديدة، أنا ما كنتش سامعة عنها، يعني أنا كنت عارفة إن في جمعيات بتلفها في البيوت بتاخد الملابس دي وبتوزعها على حسب، عمري ما سألت بيوزعوها فين أو ليه.
لكن النهاردة الفكرة الموجودة معانا لا، في بنك اسمه بنك الملابس، والبنك ده كان موجود في جامعة من الجامعات، جامعة عين شمس، ومدة 3 سنين، وكان قائم، وكان كل الناس بيوزعوا أو بيدوا للبنك ده الفلوس، والبنك ده بيروح يعرض الملابس دي في الجامعة علشان خاطر يساعد بيها كل الطالبات اللي مش قادرين، اللي بيجهزوا عايزين حاجات زيادة، الطلبة اللي كأنه سنتر كبير شوبينج، بس انت ما بتدفعش فيه غير 5 جنيه 10 جنيه 15 جنيه، عشان برضو يستغلوا الفلوس دي في حاجات كتير. النهاردة احنا معانا صاحبة البنك ده، المؤسسة او صاحبة الفكرة، وبيسعدنا يكون معانا الأستاذة نازج الألفي مؤسس بنك الملابس، وكمان الأستاذة نهاد عرفة نائب رئيس تحرير جريدة الأخبار، وأيضا من الأصدقاء اللي ساعدوا الأستاذة نازج علشان خاطر تنجح بنك الملابس. أهلا وسهلا بحضراتكم. أهلا وسهلا بيكم وتحياتنا لحضراتكم. ميرسي، ربنا يخليكي. انا اولا بحيي الجمهور وبحييكي، الله يخليك، بشكرك على المقدمه الجميله دي. لا لا لا. وعايزه اقول لك ان انا يعني كنت عماله احضر امبارح كلام كتير في دماغي، بس بعد الاحداث البايخه اللي حصلت انا جايه لقيت نفسي غصب عني بلبس اسود. والله كلنا يعني احنا حزانه، انا ما اعرفش الناس دي بتعمل كده ليه، مش فاهمه بصراحه. انما يعني الضباط دول ولادنا واخواتنا واهالينا. يعني انت لو ابنك قال لك النهارده انا عايز ادخل كليه البوليس، يعني هتقولي له لا ما تدخلش؟ لا اقول له خش طبعا. انا مش فاهمه يعني هم ليه بيعملوا كده، يعني حرام عليهم بجد. يعني احنا كمصريين كلنا حزانه، وانا يعني من الناس اللي بعلن ان يعني لو كانوا هيقتلونا فاحنا الاخر قاطره هندافع عن بلدنا. دول مش مصريين، المهم عندنا ننزل الدستور 14 و15 دي من الايام. الله، دول لا مصريين ولا مسلمين، ربنا ان شاء الله ينتقم منهم. استاذه نازج، حضرتك من مؤسسي الفكره اللي احنا بنتكلم عليها، مؤسسي بنك الملابس. أيوة. الفكره جات لك ليه؟ الفكره جات لي مره كنا احنا في اجتماع، وكنا مستضيفين بنك الطعام. فهم بيتكلموا، جه في دماغي طب ما احنا بنك الطعام، يعني ليه ما يبقاش برضو في بنك للملابس، بحيث مش بس بقى يبقى ملابس. الحقيقة هو ما كانش ملابس بس، يعني ليه ما يبقاش ملابس واي حاجة فايضة. كتير قوي بيبقى فايضة عندك حاجات انت مش عايزاها، مش بس لبس وأباجورة مش عايزاها، ترابيزة هتجيبي جديدة. يعني احنا دايما بنغير في بيوتنا وبنغير في لبسنا وبنغير في كل حاجة، فإيه المانع؟ وبالذات لو انت دخلتي بيها الجامعة الأول، الجامعة دي أكتر، أولا هم المستقبل وهم اللي بيبقوا عايزين يلبسوا وعايزين يظهروا، وفي ناس كتير ارتكبت أخطاء كتير من الطلبة والطالبات علشان مش لاقيين حاجة بفلوس يلبسوها كويس. بالزبط. احنا بتبقى الحاجه مثلا تاخدي من الناس حاجات بتبقى سينيهات، احيانا كتير بيتبرعوا على فكره كويس قوي. ما شاء الله، يعني احنا عندنا في نادي الجزيره ما تتصوريش الناس جمال قد ايه بيتبرعوا باي حاجه تخطر لك على بال. لما صح. اول ما تحطي الاعلان تبصي تلاقي ان كنت بلاحق شنط وكل حاجه جميله ما تتصوريش قد ايه. شنط مليان لبس، انا قصدي لبس وهدوء. لا ما انا فاهمه طبعا، لبس ومش بس لبس واباجورات ونجف. والله كان الناس بيجيب لدرجه ابتدوا يقولوا لي عايزين كمان نعمل موبيليات وكده، فانا بقيت ليه لا، بقينا نحط صوره مثلا انتريه، اللي عندها انتريه هتغيره، اللي عندها صالون، اللي عندها نوم، فبنحط الصوره. وممكن تعمل ده حاجة تكافل من كل الناس وكل، يعني الحقيقه الدكتور هاني هلال اللي كان وزير التعليم العالي وقتها شجعني قوي قوي صراحه. طيب. انا لسه يعني هتحكي لي اكتر قوي. بس استاذه نهاد، وانا بكلم مدام نازج وبتاع، فبتقول لي من ضمن الناس اللي ساعدوني ودعموني وشجعوني حضرتك. صحيح. فلما هي تجي لك بفكره زي كده، انت بقى هتفكري فيها قلتي ايه؟ الست دي هتعمل الموضوع ده ازاي؟ ولا الموضوع ده اي كلام؟ ولا فكرتي ازاي؟ على فكره انا يعني انا جايه على الموضوع ده كله طر، كل الكلام اللي الواحد كان مجهزه على الموضوع. انا عارفه بسبب الاحداث وكده. هي دايما بتجيلي بافكار مجنونه على فكره. ده لا. وكنت دايما ايه تعزمني في نوادي الروتاري الانر ويل، لا دول نوادي الهواني ما انا ماليش فيها. احنا بتوع صحافه بنجري في الشارع بالجنس وعندنا مشاكل وعندنا حوادث وعندنا اخبار. وبعدين اتفاجئت ان نوادي الهواني دي، قعدت اتابع، لا دي مش نوادي هواني. يعني ما الاسبوع اللي فات استاذه ماجده الالفي بلاقيها عامله وحده كلى صناعيه مكلفه جدا، ووديها مستشفيات جامعه عين شمس. وحدة كلى صناعية كاملة هتخدم ايه؟ وتم افتتاحها فعلا. نازل بص الاقيها كل فترة عاملة مشروع
ميه، مكان ميه اللي في القرى والاماكن اللي ما عندهاش ميه، لا بيعملوا مشروعات لا مكلفه. ده على فكره مش احنا، ده هو الانرويل. احنا الانرويل يعني احنا بنتابع من خلال في الانرويل، بنعمل مشروعات وبنتفق، بيبقى مثلا مجلس الاداره حتى الفلور بنتفق المشروع اللي احنا عايزين، مشروع كذا عايزين نتبرع. هو ده اللي انا اقصده، ان نوادي الهوانم مش لا مش نوادي هوانم، مش قاعدين بتعملوا يعني ايه قصدها تقول ايه؟ ما بتحطوش مانيكير وباديكير وشعركم الكشك وكتبت قلت ان نوادي الهوانم دي طلعت نوادي جدعه قوي واجدع من جمعيات اهليه كتير بتاخد دعمها وما بتعملش حاجه. دي حقيقه. انت لاحظي عندنا 43,000 جمعيه اهليه في مصر، مجتمع مدني، لو ربع الجمعيات دي اشتغلت هتغطي كل مصر. انت عارفه مدام نادي، انت بتتكلمي كده لاحظت ايه؟ لاحظت ان كل الجمعيات دي ما حدش حاسس بيها غير نادي الهوانم ده، الانر والروتر. لا لا لا، في جمعيات بتشتغل بس قليله، بس من الاسامي يعني ان المجتمع ممكن يكون عارفها. لا في جمعيات تقيله لانها مؤسسيه، اشتغلت على نظام مؤسسي. لما يموت الناس بعد شر يعني بيبقى عمر طويل الامناء بتوعها، لا المؤسسه شغاله. وال 500 سنه زي مصر الخير كده واجيال على الأرمان. لكن معظم الجمعيات بتبقى فرديه، بس ان هم عاملين الشغل لا اللي هم عاملينه مش فردي، اللي هم عاملينه مؤسسي. يعني احنا الانرويل ككل، بنتكلم دلوقتي عن موضوع الانرويل في وحدات الكلى وفي العشوائيات كمان بيعملوا فيها، بنعمل محطات ميه ووحده الكلى وكذا حاجه، وفي اللي هو دار للمسنين. يعني لا حاجات جامده وقويه. ده مشروع ده تبع الانرويل، كل ده الانرويل. بنك الملابس دي فكره حضرتك انت؟ لا دي فكرتها، هي فكرتي فكره بس مجنونه بس حلوه ونجحت. بس هي يعني نجحت. يعني انا اقترحتها في الروتري في الاول، وبعد كده كملنا معاها بقى في الروتري والانر ويل، يعني كل حد يقتنع بيها بنكمل معاها. احكي لي طريقه تجميع الملابس بتبقى عامله ازاي، برضو كل اصدقائي بيتفرجوا علينا. يعني طبعا. احنا في ناس على الفيسبوك دلوقتي وبيكلمونا احنا مش عارفين حاجه عنها. قبل تجميع الملابس هي كانت عاملاها على اساس انها تنفذ في كل جامعات مصر، هي بداتها في عين شمس واستمرت سنتين 3 سنين بس. هو نشرت الخبر ازاي؟ لا يعني عرفوا ازاي عنها؟ ما هم بقى اللي بينشروا مدنيات بقى وجمعوا الملابس ازاي؟ لا دي تجمعهم هم بقى، شاطرين في التجميع ما شاء الله. انا هقول لك يعني هرد عليكي بعد ما تخلص. اتفضل. فهي المفروض تتنفذ في كل جامعات مصر، هي اتنفذت في جامعه عين شمس بس ولمده 3 سنين بس. طبعا السنه دي بسبب الاحداث ما عرفوش، لا عايزين نكملها فعلا في كل جامعات مصر. نازك صاحبه فكره المشروع، لا احنا عايزين نمده بقى، نمده يلا اشتغلوا، هاتوا مشروع ناس قومي. ده مشروع قومي، عارفه يعني ايه؟ وبعدين مش ملابس لطالبات الجامعه بس، ده هي بتجهز عرايس كمان. يعني من خلال البنك الملابس ده بيحصل تجهيز بالظبط. انا لسه كنت بقول كده. انا بقى عايز اعرف اللي بتقوله مدام نايه ده، انت بتطبقيه ازاي؟ بتعمليه ازاي الفرز؟ انا يعني الناس عارفه ان موجود بنك الملابس ازاي؟ احنا طبعا يعني في الانر ويل وفي الروتري بقينا نعلن نقول هيبقى فيه مثلا يا جماعه هنفتتح بنك الملابس يوم كذا، ده هيستمر او كده. فهم الناس بيتكافلوا طبعا معانا، وكل واحده عارفه ناس بتقول لهم، فبيبقى العدد كبير. زائد ان احنا مثلا احنا نوادينا بتجتمع في نادي الجزيره، بنروح حاطين اعلان هيبقى فيه كذا كذا كذا، فكل الناس بتيجي تتبرع، والناس على فكره كويسه قوي بتحب بعضها قوي. المصريين كويسين جدا، بس عايزين نعرف فين الطريق. اقول لك يا مفيده، يوم ما حصلت حادثه كنيسه الوراق، عشان تعرفي قد ايه الناس عندنا المصريين بيحبوا بعض، وقد ايه هم يعني ما عندناش الكلام اللي عمالين يوقعوا بيننا وبين كل الناس. ده يوم حادثه الوراق دي انا برضو قمت زي النهارده كده زعلانه وحزينه، فكلمت مع السكرتيره الفخريه بتاعه النادي، بقول لها انا زعلانه قوي، يعني طب ايه اللي ممكن نعمله؟ المهم قلنا طب نروح نديهم، بدل ما نقعد نلف ولا ندور ولا مش عارفين نعمل ايه، نحط في الكنيسه نفسها الفلوس. مجرد الفكره انك تروحي على طول يعني تحطي الفلوس في 5 دقائق، والله في اقل من نص ساعه جمعنا 10,000 جنيه بالتليفون. يعني هي برضو ست جميله مدام كريمان الطيبي، راحت في نص ساعه انا من ناحيه وهي من ناحيه، جمعنا 10,000 جنيه جرينا على الكنيسه، يعني الناس بقت مبسوطه جدا. طبعا. كفايه ان انت تقولي لهم احنا معاكم، مش معاهم، احنا ضد، احنا مسلمين، كلنا مسلمين، كلنا مصريين، لكن احنا مصريين في الاول، كلنا مصريين، والناس دي مسلمين برضو. طبعا الحمد لله. رب ده سيدنا محمد وصى على المسيحيين. طبعا. يا جماعه طبعا. ودول مصريين زينا. طيب اسمعيني نطلع للفاصل، وبعد الفاصل نيجي بقى عايز اعرف انطباع البنات وهما بيشوفوا الحاجات دي في المعرض عامل ازاي. لان انا عايز اعرف رايهم ايه، والفلوس اللي بتاعت القطعه بتعملي ايه بيها بعد كده. بس اسمحوا لنا نطلع للفاصل، وبعد الفاصل نكمل حوارنا.
المجتمعات الناجحة هي المجتمعات اللي فيها التكافل الاجتماعي ناجح جدا، والتكافل الاجتماعي ده حاجة بتنمي الحب والود ما بين المواطنين وبعضهم، وبتخلينا دايما حاسين باللي أقل منا وحاسين باللي تعبان وحاسين باللي معهوش. حاجة مهمة جدا يبقى عندنا تكافل اجتماعي ممثلة في أكتر من جمعية. احنا النهاردة بنتكلم على حاجة مهمة اسمها بنك الملابس، اللي مؤسساه أو صاحبة الفكرة بتاعته أستاذة نازك. مرة تانية بحيي حضرتك، وأنا بقى عايزة أسمع قصصك في الثلاث سنين اللي انت عملتي بنك الملابس دي في جامعة عين شمس، وكان البنات بيجوا وبتفرجوا على الحاجات. من الواضح ان زي ما حضرتك بتقولي حاجات كانت حلوة جدا فيها ماركات كتيرة. احكي لي انطباعاتهم كانوا بيقولوا لك ايه؟ اولا القاعة كانت في منتهى الجمال. الله يمسيه بالخير بقى، ساعتها كان الدكتور هاني هلال وزير التعليم العالي، كان هو مهتم شخصيا، ورئيس الجامعه برضه الله يمسيه بالخير دكتور هاني احمد زكي بدر، كانوا ناس جمال جدا، وفروا لنا مكان في منتهى الجمال، وحطيناه بطريقه تقولي انت يعني رايحه في باريس شوبينج. مول والله بجد. فعلا يعني في منتهى الجمال، والحاجات بقى اتحطت بطريقه جميله، والناس كلها بتحط وهي مبسوطه. وبعدين بتقولي لي مين ساعدك؟ كانت طبعا عضوات احنا روتري، كان ساعتها اللي اسسنا بنك الملابس روتري كارنك، فتحنا المعرض وكنا بنساعد بعض. الطلبه بتوع الجامعه هم اللي بقوا يدخلوا يكوا الهدوم، قالوا لنا ما تعملوش انتوا التنظيف والحاجات دي، احنا عايزين احنا اللي نعملها بايدينا. يعني الطلبه اللي هم القادرين دخلوا هم بقوا يكوا الهدوم ويلمعوا الجزم والشنط ويرصوها بطريقه مش ممكن تصدقي ان انت في مصر. طيب. كانت في منتهى الجمال فعلا. يعني انتوا كنتوا حاطين شرط ان الحاجات دي الناس تيجي تشتريها علشان البنات ما يحسوش بالفقر؟ بالفقر طبعا. فكنتوا حاطين 5 10 15؟ كلام فاضي. الفلوس دي كنتوا بتعملوا بيها ايه بعد كده؟ بصي، اولا الخمسه دي كانت علشان زي ما انت قلتي البنت تحس او الولد يحس بعزه نفسه، ما يبقاش واخدها شحاته. يعني يبقى واخدها ودافع فلوس. طبعا المبالغ البسيطه دي كنا بنلمها في الاخر، بيطلع بقى في اليوم زي ما يطلع 5000 جنيه مره، 1000 جنيه مره، يعني زي ما يطلع بنلمهم وندفع للطلبه غير القادرين على دفع المصاريف. فهي كانت يعني دايره. وبعدين بتبصي في عينين طالب او طالبه تحسي ان معهوش حاجه، خد يا حبيبي اللي انت عايزه بس يكون صادق، يعني فاهمه؟ بتبقي حاسه يعني. الفكره كانت محتاجه تطوير كتير، وكانت لسه عايزه شغل كتير. يعني تداركنا بعد شويه ان البنك لو حطيتيه على طول الناس برضو يعني هتزهق. مش صح، لا مش بتزعل، بس ما عندكيش، لا انت مستحيل هتقدري تروحي كل يوم ولا الصغيرين. فعلشان نقدر نظبط العمليه شويه، يعني بعد كده ادركنا ان احسن انك تفتحي مره كل شهر. طب بالظبط، وتعلنوا عليها ومدام نهاد تساعدك وغيرها مدام نهاد ساعدتنا كتير قوي بالنشر. هي وبصراحه ومدام منى رجب بصراحه عملت كتير برضو معانا. ساعدونا قوي بالنشر، وكانوا دايما مهتمين بالقصه. هو فلوس الانر ويل منين؟ يعني انتوا بتصرفوا يعني ماشي، يعني هو ده سؤال، يعني هل في حد بيدعمكم؟ هل في حد بيتبرع لكم بفلوس اطلاقا؟ احنا العضوات بتوع الانر ويل، هي طبعا احنا تابعين لمنطقه، ورئيس المنطقه مدام السيده عفاف ماجد، دي ست جميله جدا بتتغير كل سنه زي ما احنا بنتغير كل سنه، هو كل سنه بيبقى فيه رئيسه. والفلوس بتاعتنا من تبرعاتنا. انتوا طبعا احنا بنتبرع، يعني انتوا من نفسكوا مع فلوسكوا كلكم بتقرروا كل واحد فيكم هتدفع كذا بالزبط. وهتعملوا بيها كذا، ومش انت بتدفعي بس، انت بتدفعي وممكن تروحي يا جماعه احنا عندنا النهارده او السنه دي هنعمل مشروع كذا، فبتلمي تبرعات من الناس ما دام بيثقوا فيكي هيدفعوا معاكي. فاحنا بنقول لهم احنا واخدين دي. عشان كده لما بناخد الفلوس في واحد بيقول لك انا دافعها عشان بنك الملابس، واحد بيقول لك انا دافعها عشان الكلى، وحد بيقول لك انا دافعها عشان الاطفال اليتامى. بتاخدي الفلوس زي ما بتقولي بتدفعي. طب سمعنا معانا تليفون، معانا دكتور ناديه رضوان. اهلا وسهلا بيكي يا دكتوره. حبيبتي جميله. ازيك يا حبيبتي؟ ازيك يا حبيبتي؟ مبارك. الحمد لله. منورين، منوره نازك حبيبتي. انت اللي منوره يا جميله الدنيا كلها. الله يخليكي. ربنا يخليكي يا حبيبتي. الموضوع اللي بتناقشوه النهارده موضوع الحقيقه من الموضوعات بالنسبه لي اللصيقه بحياتي، بس قبل ما نتكلم فيه انا بتقدم بالعزاء لمصر كلها ولينا وللشعب والاهالي الشهداء، ويا رب يا رب يكرم مصر، ومحميه محميه محميه طبعا محميه، ومصر اقوى من كده بكتير. احنا كسرنا ناس كتير قوي، مش هنقدر نكسر جماعه ارهابيه. وعمرهم ما هيكسرونا، وعمرهم ما هياخرونا، ودي كانت نعمه من عند ربنا ان احنا اكتشفناهم قبل فوات الاوان. الحمد لله.
الحمد لله. نرجع للقضية بتاعتنا، الموضوع بنك الملابس. بصي يا مفيدة، بنك الملابس ده موضوع جميل جدا جدا، لأن أنا يعني شفت شبيه ليه طبعا على أوسع وأكبر، كبير قوي قوي تقريبا بكل دول أوروبا. أنا يعني كان جات لي فرص كتيرة إن أنا أسافر بره وأقعد فترات طويلة. في أمريكا تقريبا ما فيش ولاية من رحتها أو مدينة من رحتها مفيهاش الماركت الكبير، بيسموها ثريفت شوب. هي بقى إيه الكنائس، أنا بكلمك على أوروبا وأمريكا لأن الكنيسة بتقوم بهذه المهمة، كل من لديه أي شيء لا يحتاجه ما عندهمش بيع ربابيكيا. أيوه بالظبط. وما عندهمش حد بيشحت، وعيب ان انا اشح ادي حاجتي للميد اللي عندي، الست اللي بتخدمني او السواق اللي عندي، عيب ما يصحش. فهي حته لحفظ الكرامه، فانا بودي الحاجات اللي انا مستغنيه عنها للكنيسه. الكنيسه معرفتها بترتبها بطريقه معينه، الهدوم بتتغسل وتتبخر وتتنظف، لو موبيليا بتتوضب وتتجدد، لو اي حاجه للاستخدامات، لو الاحذيه، وبيفتحوا محلات. يعني انا كنت في مرحله ما من حياتي 6 شهور كاملة في مانهاتن اللي هي تقريبا أرقى مكان في نيويورك، في جامعة نيويورك. كان في الشارع بتاع البيت أنا كنت عايشة فيه، بيت المغتربات، كان في محل اسمه ثريفت شوب. ثريفت شوب ده معناه إن هو المحل الاقتصادي، ما بيقولوش محل الصدقة أو دكان الصدقة أو المكان اللي، لا، كلمة بقى إن الحاجات دي جاية منين أو هي صدقة أو مستغنى عنها مش وارد على الإطلاق. إحنا محتاجين مشاريع زي كده كتيرة في المجتمع بتاعنا، عايزين أفكار زي كده. قلتي ما عندناش في مصر هنا القصة دي، وما عندناش برضو بيت، مهما كان البيت بسيط جدا وفقير، في حاجات بيستغنوا عنها ومحتاج لها ناس أقل أو ناس أدنى. صح. فبالتالي دي القضية دي، لو بنك الملابس يتبنى ويتوسع بقى ويبقى في حساب كبير، والناس مش بس اللاينز او الروتري او الانر ويل هم اللي يتطوعوا لحمل هذه المهمه. طب احنا بنشكر حضرتك يا دكتوره ناديه، ميرسي جدا على المداخله دي، واعتقد ان كلام دكتور ناديه بياكد كلام حضرتك قلتيه، ان انت كده عايز تدخلي بقى موبيليا وعفش بالظبط ويا ريت نخرج من الجامعه بقى، لان بعد الاحداث اللي بتحصل دي بقى صعب جدا انك انت تحطي حاجه في الجامعه. طيب اسمحوا لنا معانا كمان تليفونات ثانيه نشوف بقيه اصدقائنا. استاذه ميرفت اهلا وسهلا بيكي، اتفضلي. اهلا بيكي يا مفيده، اهلا وسهلا عليكي وعلى ضيوفك. اهلا وسهلا. اعجابي بالموضوع، بس انا النهارده عايزه اتكلم في الحدث الرهيب اللي حصل النهارده، لاني انا ما نمتش امبارح والله ولا احنا. اول بدايه طبعا تعزيه الشعب المصري والاهل بصوره الباسله الحقيقه. انا بصي حواري دلوقتي عندي اسئله فقط، اديني المساحه اقول الاسئله هي فضلي. بسرعه. الأسئلة موجهة لمين بس الأول؟ عشان للمسؤولين يا فندم، للمسؤولين في حكومة مصر العربية. أوكي. بلد حكومة بلد. العربيات المفخخة دي يعني اتكررت الانفجارات دي بنفس الأسلوب، بنفس العربية، بنفس الطريقة، اتكررت أكثر من مرة. طيب العربيات دي جت منين ومين صحابها؟ وليه ما بن يعني ما بنرصدهاش من البدايه او من بعد حتى الانفجار؟ ده سؤال. السؤال الثاني، السنه ونص تي ان تي متفجرات جت منين وازاي؟ وبعدين العربيه دي جوه اوضه النوم ولا في الشارع؟ يعني انا عشان احط طن ونص متفجرات، طن ونص، خلي بالك ده طن ونص، يعني عايزين يعملوا ايه؟ يفجروا اسرائيل ويمكن اكثر كمان. حضرتك دي الكميه دي، كميه الـ دي عباره عن حاجه ضخمه جدا جدا بتتحط في عربيه. طب ما حدش لاحظ الكلام ده في الشارع مثلا؟ بصي انا معاكي، انا معاكي يا استاذه ميرفت في الاسئله دي كلها، لكن برضو خلي بالك برضو ان الشرطه منهكه جدا. انت بتنزلي كل رجال الشرطه دول كل يوم ما بين جامعات وما بين شوارع وما بين كمائن طب بصي لو حضرتك سمعتيني للاخر هتفهمي. اتفضلي يا فندم، بس سريعا، بس انا اسفه بعتذر. سريعا اتفضلي. ليه طيب مباني الداخليه مش مؤمنه؟ وليه الـ 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 الكشف عن المتفجرات ده ما بيحصلش؟ وليه العربيات بتاعت المارة العامه من الناس وعربيات الداخليه لازقه
مباني الداخليه. بصي انت ليكي حق، واسئله وجيهه جدا محتاجين ان احنا نفكر فيها، وزي ما مدام ميرفا بتقول بنشكر حضرتك هي بتوجهها للمسؤولين. فعلا اسئله انا تستوقفني صح ولا لا؟ انا عارفه ان وقتنا معلش بيخلص بسرعه، بس ده نهاد انا عايزه اسال على الجمعيات الخيرية والحقوقية، ليه مش عاملين دور جامد في المجتمع المصري زي الانر ويل وزي اللاينز ومصر الخير يعني انت بتتكلمي على اربع جمعيات من مجموع كبير جدا، الناس دول رايحين فين؟ هقول لك ليه. انا عندي في مصر 43,000 جمعية، بس طبعا سريعا معلش اسف، جمعية اهلية وحقوقية منظمات حقوقية افصليها لانها ما بتشتغلش في الخير، يعني مش انظمة مؤسسية. لو نظام مؤسسي وبتشتغل في البناء هي بتعتمد على الدعم اللي بيجي لها، وبعدين ما بتعملش نفس، يعني ما بتوجهوش اللي في الاكل والشرب، ده مش صح. لا انا ابني الانسان قبل ما اديله لقمته. انا طلعت الغارب مثلا، مصر خير بتطلع الغارب من السجن، هي بتطلعه وتسيبه؟ قبل ما بتطلعه بتكون عامله له مشروع اختار وادانها تتابعه سنتين ثلاثه، تسحبه منه لو ما اشتغلش. انا بطلعك قصاد انك مؤسسة. تبني. اذا احنا محتاجين جمعيات مؤسسيه بتدي عيله جاموسه من المزرعه ارض الخير هتتابعها 3 سنين، عايزه البني ادم ده يملى نفسه، هو اللي يصرف على نفسه بعد كده بالزبط. يتعلم ويبقى المدارس اللي عاملاها يتعلم ويصرف على نفسه. انا مش هدني اوكلك على طول، لا انا هديك مقابل انك هتتعلم وهتشتغل. هي دي، هو ده النظام الجميل المفروض الجماعه تعمله، مش اكل وشرب بس، مش ملابس الحقيقة. بس يعني انمي الانسان نفسه. تعالي بقى المنظمات الحقوقيه دي حاجه تانية خالص، اذا كنت عايز تتكلمي. لا يعني احنا هنسيبهم للقضاء المنظمات الحقوقيه، ده موضوع بيهللوا على اي بيانات لاي حاجه بالزبط. وبعدين تيجي واحده ست تضربوها ولا يقلعوها والاستاذ جامعه لا طبعا ما فيش اي بيان. منظمات حقوقيه خلاص يعني في جزء منها مع خايفه على الدعم الخارجي الشعب المصري عارف. انا طبعا وقتي معاكم بيخلص، بس انا بشكر حضراتكم، بشكر مجهودكم جدا، بشكر مدام نازل وعلى افكار ثانيه. انا عارفه انك عندك افكار كثيره مجنونه فاحنا مستنيينها ونعمل معاك حوارات كثيره. عايزه اقول لك كلمه صغيره يعني على سيره الافكار المجنونه، يعني انا اقترحت من 4-5 سنين كده وبرضه اعتبروها مجنونه، بس انا عايزه اقولها ان المدارس مكدسه بكميه من الطلبه والطالبات والتلاميذ، صعب جدا، والجامعات كذلك. ليه ما نخليش المدارس الابتدائي بدل الفصل ما فيه 120 طفل، ما نخليش المدارس بدل ما هي 5 أيام في الأسبوع 3 أيام، يعني بالتبادل أولى وثالثة وخامسة مثلا في يوم وتانية ورابعة. أنا أطلب منك تروح تقابلي وزير التربية والتعليم وتجيبين المواصفات. لا أنتي بتجيبيها كله على الإعلام ده، إحنا خلاص إحنا كده هبنا اتخانق. ما فيش حد بيسمع إلا أنتم. بشكر حضراتكم، ميرسي جدا على مجهودكم. وبعد الفاصل مع الفقرة الطبية، وهتكون معانا الدكتورة منى العقبي أستاذة أمراض الجلدية، وهنتكلم عن أنواع مختلفة من البشرة ونعالجها إزاي ونحط لها إيه وناكل لها إيه، كل ده بعد الفاصل. بفكر حضراتكم ان كل يوم ثلاث بيبقى معانا الفقره الطبيه، ومنى بتكون موجوده مع حضراتكم هي اللي بتقدمها، بس النهارده انا بقول لها سلامتك يا منى، لان هي طبعا هي واخده دور برد جامد وانا بحل محلها في الفقره بتاعه النهارده. وبيسعدنا يكون معانا الدكتوره منى العقبي استاذ الامراض الجلديه، ودي اول مره بتزورنا فيها. اهلا بحضرتك يا دكتوره. اهلا تاني مره. نورتينا. وفقره درما يعني درما كير النهارده بتستضيف وجه جديد، فانا هعتبرك وجه جديد. طيب زي ما حضرتك. اهلا بيك يا بيبي. دكتور طبعا احنا الشتاء دخل، ايوه، وعندنا مشاكل كتيره جدا في 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 بشرتنا. ايوه. في ناس كتير بيختلف عندهم، بيقول لك انا بشرتي اصلي بشرتي دهنيه، وفي ناس تقول لك اصلي بشرتي جافه، وفي لا انا سنسيتيف، وفي حقيقه الامر كلنا مش عارفين يعني ايه. فاكيد ليه معالم، يعني البشره الدهنيه دي ليها معالم، الجافه ليها معالم، والسنسيتيف بيبقى ليها معالم. بالظبط. ممكن تقولي لي بقى الفرق ما بين كل واحده فيهم ايه؟ البشره الدهنيه اساسا اللي هي بتبقى بتفرز دهون اكتر، فتبقى الوش ملمع، عارفه ست تقولي انا وشي مزيت بيزيت. كلنا بنعمل فيها كده، ودايما بيبقى المسام بتاعه الجلد واسعه. مثلا، ودايما تبقى بتحب تغسل وشها كتير، وعاده بتبقى في البشره السمراء اكتر من البيضاء. نيجي بقى العكس، في البشره البيضاء الجافه او اللي هي الجافه، اللي هي دايما بتلاقيها في
الاجانب مثلا بيبقى جلد رقيق رفيع، وبالتالي المسام بتبقى ضيقه فما يبقاش فيه الخهوم الواسعه، بتبقى فيها قشور اكتر والجلد مش سميك. فدي البشره الجافه. تمام. نيجي بقى في الميكست، الميكست اللي هي ست دي بقى اللي كومن او اللي هي المنتشره قوي. لا مش السنسيتيف، سنسيتيف يعني حساسه، هي عاده البشره الجافه هي الحساسه قوي. لكن الميكست اللي هي معظم الناس عندهم الميكست، تقول انا عندي جفاف في الحتت دي لكن باقي الحتت فيها حب شباب ودهون، يبقى دي ميكست فيها حتت بتجف وحتت لا. طب انا عندي حتت تبقى جافه وحتت بتلمع، ايوه برضو دي ميكست، يبقى دي ميكست، يبقى في جفاف common. وهنا في اويل سكين. طب هل اكيد الاويل سكين والبشره الجافه كل واحد ليها مشاكلها؟ طبعا. ايه اكتر المشاكل ممكن تواجه حضرتك وانت بتعالجي مثلا البشره الدهنيه؟ يعني شوفي البشره الدهنيه اللي فيها الحاجه اللي هي منتشره قوي يعني او اللي بسمعها كتير المسام المفتوحه او الاكزيما الدهنيه. احنا عندنا سؤال هنا لواحده صديقتنا، دي ده سؤال من ضمن الاصدقاء اللي بيكتبون. اوكي. انا بشرتي دهنيه وفيها مسام واسعه، اعمل ايه؟ وحاجه للبقع اللي عندي في الدقن. لاست كيس صديقه لينا على الفيسبوك. طيب حاضر. الكومن اللي بشوفه كتير قوي حب الشباب. حب الشباب ده احنا لازم نتكلم عليه بصوره اوسع شويه، لان في ناس بيقولوا ده، بعض الناس بيعتقد ان هو مش مرض، يعني يقول لك ده مش مرض، ده حاجه فيسيولوجيه. لا، هو عرض واضح بيضايق البني ادم جدا، والايمج بتاعه البني ادم بيبقى بتتاثر طبعًا. ولا هو مساوئ، المساوئ بقى ان هو بيسيب لي البقع زي صاحبتك، صاحبتنا في الفيسبوك، في الفيسبوك بيسيب سكارز، ندبات، بيسيب مسام واسعه. فكل دي اثار جانبيه بعد ما الواحد بيخف من حب الشباب لما بيبقى جامد يعني تقيل اللي هو الدهن. وده من ضمن مشاكل البشره الدهنيه. الدهنيه. طب طب ايه اللي ممكن يوصل لايه؟ يعني انا لو عندي حب شباب بس انا ما اهتمتش بيه، طيب ممكن احنا بقى ده بقى يوصلني على انواع حب الشباب. اوكي اتفضلي. حب الشباب بيجي في سن معين، اول لما تبتدي الهرمونات بتاعه الجسم تشتغل. فيبقى هنا حاجة من العوامل اللي بتساعد حب شباب ان هو يجي، فيه العائلي الجينز، وفيه الهرمون بتاع الجسم، في الاكل اللي بتاكليه، في الاسترس او الضغط النفسي اللي احنا كلنا بنعاني منه حاليا، كل دي بتهيج تهيج الحب شباب. فيجي الاول بحاجات بسيطة، بلاك هيد اللي هو الرؤوس السوداء، بلاك هيدز بتيجي، دي تضايق، بتبقى عددها لما كتير قوي بيبقى بايخ قوي في العلاج كمان. حتى كمان. وبعد كده تطلع حبايه حمراء، والحبايه الحمراء بعد شويه تعمل غاز بيضه، بعدين تجي لنا الدمامل، وهي دي اسوأ نوع في حب الشباب اللي هو بيسيب لي سكارز فظيعه. تمام. انا في المرحله الاولى والثانيه تقريبا اقدر اعالج بالحاجات الموضعيه، يعني انا ادي واش، ادي غسيل عشان اجفف، غسول اغسل بيه الوش. يعني انت بتقولي احنا بقى بنتكلم كل الامهات دلوقتي، ان في بناتنا من 16 سنه انا بلاحظ ان في البلاك هيدز بتظهر. أيوه. بس بطنش، ما باخدش وبدي. بالزبط. لكن حضرتك بتقولي لا، ده انا من اول ما تظهر دي عشان ما تتطورش لدمامل لازم ابتدي معاها من دلوقتي. ايه بقى غسول؟ يعني غسول هنا الغرض منه ان انا اشيل الدهون اللي على سطح الجلد اللي هي بتفرز الغده الدهنيه بتاعه الجلد، ولما تتقفل تعملي البلاك هيد وتعملي الحبايه الحمراء، اغسل باستمرار وش. ده غسول بيبقى حاجه معينه؟ بيبقى طبعا هي غسول للبشره الدهنيه، غسول للبشره الدهنيه عشان يجفف الدهون. تمام. وبعدين اخد بالي من اكل، على ان طبيا ما فيش حاجه مكتوبه يعني نظريه الاكل في حب الشباب كل شويه تطلع في المؤتمرات وكده في الاوقات، وبعدين يقولوا لا ملوش علاقه بالاكل، يعني الشطه ملهاش علاقه. لا، انا هقول لك بقى، لكن احنا كدكاتره انت بيجيلك عيانين كتير، بتلاقي لا تستهيني بشكوه العيان، انا بشوف العيان ده انا بحترم شكوته المفروض. فلما يجي يقول لي لا انا ما باكل شوكولاته مثلا 3 4 ايام بيطلع لي حاجه، يبقى شوكولاته بتعمل لي حاجه وهي فعلا بتاع مثلا عشان الدهون اللي فيها. الحاجات اللي فيها ديري فود اللي هي جايه من اللبن. اللي هي الجبن والالبان والمش عارف ايه، عشان فيها الهرمون، موجود الهرمون اللي جاي من الحيوان اللي بناخد منه اللبن، فده
اللي عنده استعداد يطلع له حمشم. لو تشرب البنت كوبايه لبن وبعدين تاخد مهلبيه او زبادي ايس كريم او زبادي اي حاجه داعي ممكن توقف لي حته نقلل بقى. انا دايما اقول قلل الحب. يعني لو بنت شربت كذا حاجه كده ممكن يطلع لها الحب لو عندها استعداد. لو عندها استعداد طب وعشان انا برضو ده هم هيبقوا محتاجينه كنمو اقلل لها. شوفي نقلل لها هو النمو انت في سن اصغر من كده. انا 16 سنه برضو عايزين لبن وزبادي. موافقاك. لا انا مثلا بحاول نفهم لان في كتير السن ده بيبقى مزعج. انا ما تمنعيش انت تقللي بس يعني انا هنا بعمل ريجوليشن اوف دايت. اوكي اظبط الاكل معاك. طيب يبقى حضرتك وش والشوكولاته والزبادي ومشتقات اللبن المأكولات اللي هو الدكتور بقى بيقعد مع العيان يقدر ينصحه ايه وايه ناخد بقى المده اللي احنا عاوزينها. اوكي وبعدين ابتدي انا اعالج العلاجات اللي موجوده في على هيئات بقى حاجات كتير قوي. في عندنا سيروم ده كويس لان ايه ما بيقفلش المسام. السيروم ده اسمه ايه؟ سيروم لعلاج حب الشباب لازم يكتب طبيا. طبعا أوكي. اوكي وبعدين عندنا لوشنز اللي هو اللوشيونات طبعا وفي كريمز في كريمات. طب انا هقف هنا. في بنات كتيره جدا لما بيجوا يستعملوا اللوشنز هو بينشف البشره بس بيعمل لهم حاجه تانية هم بيتضايقوا منها النشفان الزياده قوي فبقشره فبتتضايق فالنهارده تستعمله بكره ما تستعملوش وتقرفنا. ايه طب نعمل ايه؟ طيب انت بتسالي بيرسونال على حد تعرفيه؟ لا انا بسال عموما بقى ما يعني انا حال كل المشاهدين فبحط بقي تلاقيني دايما بسال. صح. شوفي احنا ممكن نعمل ريجوليشن ما نعملهاش كل يوم او بدل ما انا اغسل صبح وبالليل اغسل بس الصبح اجي واحد وسيله لو لا انا مضطريه مثلا لسبب او اخر ان انا اغسل عده مرات في اليوم ممكن ادي في الحته اللي بتعمل تقشير حاجات مرطبه. مرطبه يعني تشيلي القشره. ده لو وصل للمرحله اللي يعني اللي هي تبقى متضايقه مثلا جدا تقولي القشر مجير وسخيف ممكن نعمل كده. طب ايه تاني؟ في ده احنا بنتكلم في العلاج. ايوه في كبسولات بتتاخد انتي بايوتكس معينه مش كل انتي بايوتك اللي هو بتاع الزور انا هاخده حب شباب لا. انا في حاجات معينه في الانتي بايوتكس زي الفابامايسين او غيره او غيره حاجات كتير دي بتتاخد بتساعد ان هي تقلل الافراز الدهني اللي بتاع الغده الدهنيه بتاعه الجلد فهنا انا بساعد ان انا اقلل الدهون. تمام خلاص. نيجي بقى للمرحله اللي اكتر من كده اللي هي فيها دمامل. بقى الوش كله بقى الايزوتريتينوين. الايزوتريتينوين ده انا بقوله كده يعني ده اسم الدواء هو اسم الكيميكال واسم ده في الصوره. جميل جدا. هو فيتامين الف المخلق يعني هو اساسا فيتامين الف ده احنا بنقول الناتشرال اللي هو الطبيعي اللي هو زي فيتامين الف اللي بناخده كبده الحوت. لكن ده لا ده سينثاتيك مخلق. سينثاتيك اوكي. ده لما بيتاخد ايه الفرق يعني مش فاهم برضه مخلق يعني ايه يعني معمول بالفورميلا يعني الموليكيول بتاعه فيتامين ايه بس مش جايباه من ناتشرال سورس. ده طبي من اكتر من طبي. لا ده طبي جدا طبي جدا طبي جدا. طب ما هو اللي هيتفرج علينا النهارده وعنده الحبوب دي هينزل يجيبها لا فنلحق نقول له بقى ايوه قولي لي لا 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 ليه اعراض؟ لا الا شوفي بقى اولا لازم تعمل تحاليل في الاول. بكره جدا ان انا ادي الدواء ده واشوف روشته مكتوب فيها الدواء مش معمول له تحاليل. لازم بنعمل عده تحاليل في الاول عشان نتاكد ان المريض سليم. تمام واديه بجرعه معينه الدكتور هو اللي بيقدر يقولها للمريض. ولازم متابعة المريض في خلال فترة أخذ الدواء. وأنا أعتقد إن هو بتبقى لست أشهر ست ممنوع الحمل صح كده ممنوع الستات اللي بياخدوه إنهم يحملوا أثناء ما بياخدوا بالزبط. إحنا بنقول الكلام ده لأن أنا عارفة عشان أنتوا عاملين زيي أول ما هي الدكتورة قالت اسم الدواء كتبناه وقررنا إن إحنا نروح الصيدلية ونشتريه. لا بس أنا عايزة أقول لكم إن هو ده خطر جدا ممنوع تماما تماما يعني إلا لازم متابعه الدكتور. بس بيجيب فايده 100% لان انا جربت حاجه زي هو من جانب. لكن بقى تقولي لي هنا ما موقف الكريمات او اللوشنز او الواش الغسولات لما العيان بياخد الدواء ده؟ انا في الاول البدايه قبل ما الدواء يبتدي يعمل الرول بتاعته والعيان يجي يقول لي ده نشف وشي شفايفي نشفت قبل كده بساعد ان انا ممكن اعمل الغسول الحاجات الخفيفه. وبعدين بحكم كل الحاجات الموضعيه لحد ما اخلص التريتمنت كلها بتاعت الكورس بتاعي. اوكي واستنى شهر اريح الجلد وابتدي تاني عشان اعمل مينتنس.
مينتنس. طيب احنا يعني احنا اتكلمنا دلوقتي عن البشره الدهنيه، هنطلع الفاصل ونرجع نشوف مشاكل البشره الجافه ونعمل لها ايه. تمام. بس بعد الفاصل. بنرجع مرة تانية مع حضراتكم، وبنفكر حضراتكم ان النهاردة في دار مكان معانا الدكتورة منى العقبي استاذة الامراض الجلدية، وكان قبل الفاصل كنا بنتكلم على انواع البشرة واتكلمنا عن الدهنية والجافة، ودلوقتي دكتور معيشة نسوة هبتدي مع حضرتك بكم الاستفسارات الموجودة على الفيسبوك. أوكي. يعني معانا صديقتنا نانسي عبدو بتقول لو سمحت يا دكتورة ممكن تقولي لي ازاي اعالج البشرة الدهنية من اثر احنا قلنا الاجابه دي على السؤال ده من اثر حب الشباب، لاني بجد دي مشكله عندي. برضو لاست كيس احنا قلنا هقول لك على حاجه هنا. أوكي. هو اثر حب الشباب حاجات كتير، منها سكارز يعني ندبات، ومنها بقع. طيب هي لاست كيس صديقتنا تانية بتقول لك البقع اللي في الدقن، طب البقع دي لو حصل بقى عندنا بقع نعالجها ازاي؟ ابسط حاجه واول حاجه الدكتور يلجا لها ان بندي بليتشنج كريمز، يعني كريمات مفتحه. الكريمات المفتحه في حاجات بيبقى بس تفتح، وفي حاجات تقشر وتفتح مع بعض، تعمل شويه بيلينج تقشير وتفتيح في. طب ده احلى من التفتيح بس. طبعا اقوى انه هو ده يشيل القشره ويفتح. حاجه حلو. الحاجات دي لازم تتعمل بالليل، انا برجع تاني اقول حاجات التبييض لازم تتعمل بالليل. ليه يا دكتور؟ علشان احنا خايفين من الشمس. انت لما بتعملي بيلينج وبتحطي المواد بتفتح بتبقى الجلد فيري سنسيتيف، تطلعي في الشمس بقى مده طويله تبقى عيلي تاني. فانا بالاخص الحته الاكسبوز، يعني لو في ظهرك انا مش هتفرق معايا احط لك العلاج الصبح ولا بالليل. دي متغطيه بهدوم، وعشان كده سان بلوكس بقى اللي هو السان سكرينز في الحاله دي اساسيه لما قرر ان انا عندي بقع واشرها او اقشرها لازم سان بلوك. طب في صديقه لينا بتقول طب انا عندي بقع سودا في ظهري، امل حسن عندي بقع سودا في ظهري ومش لاقيه حل، اخدت ادويه كتير جدا ومفيش فايده. هقول على حاجه بقى عشان برضو ايه ما بقاش بتكلم اي كلام كده سريع. هي البقع دي بتيجي من منطقتين في الجلد، حاجه سطحيه وحاجه غويطه شويه. لو هي محظوظه الست البيشنت العيانه اللي بتشتكي هتلاقي معظم البقع جايه من الحاجه السطحيه، فلما نحط كريمات بتتحسن بنسبه 60-70%. لو هي العكس بقى ان الاساس جاي من حاجه غويطه من الجلد مهما عملنا بتبقى النتيجه ضعيفه جدا في التخطيط. ولا حتى ليزر؟ لا ما ده بقى ايه؟ نيجي نقول الليزر ما اقدرش، يعني في ليزر بيشيل البقع بس مش البقع اللي جايه بعد التهابات. احنا بنعمل البقع اللي بعد التهابات في حاجه اسمها فراكشنال ليزر. اقوى فراكشنال مش اقوى، هو ده الوحيد اللي بينفع. ايه الفرق؟ ايه هو الفراكشنال ليزر؟ يعني انا لما بشيل بقعه نمش مثلا اشتغل بالروبي ليزر. الروبي ليزر ده بيشيل النمش، بيشيل لي وحمه. لكن لما تيجي التهاب وساب لي بقعه سمراء بشتغل بالفراكشنال ليزر، لان لو اشتغلت بالروبي ممكن يخف ويرجع بعديها بثلاث اسابيع تاني. لكن الفراكشن ليزر انت بتشيلي الطبقه كلها. نيجي بقى نقول بالظبط زي الكريمات، هل انا وانا بشتغل بضيع؟ في ناس بيتحسنوا بنسبه 70-80% وفي ناس 30%، يعني هي نفس البرسنت على حسب. فهي على حسب بس على حسب ما هي هتبقى محتاجه، لكن هي ملاش حل الا كده، الكريمات او فراكشن ليزر والتقشير. طيب احمد خضر بيقول انا بشرتي دهنيه وبتحمر بسرعه من الشمس، جبت سان بلوك للبشره الحساسه عشان الاحمرار اللي في وجهي، لكن السان بلوك بيسبب لون ابيض على وجهي، بيسيب لون ابيض على وشي. اعمل ايه؟ لا هو الوقت ده في انواع كتير قوي سان بلوكس. ايه بقى؟ يعني في انواع بتبقى ترانسبيرنت، انا بديها دايما للرجاله، ما فيش راجل عاوز ولا تنتد ولا عاوز ابيض. اي طبعا يعني ممكن يروح الصيدليه يقول لهم انا عايز سان بلوك ترانسبيرنت يا احمد اهو مثلا، ولازم اللي ما يحط السان بلوك يتحط نص ساعه قبل ما يطلع في الشمس. طب هو الاحمرار بتاعت الخدود ساعات في شخصيات كده وشهم محمر لوحده، ده ليه كريمات معينه غير السان بلوك؟ للاسف الحمار غير مرضي، يعني الحمار بتبقى اوعيه دمويه مفتوحه فعامله الحمار، ما بتقدريش تعملي لها حاجه سبيسيفيك، يعني ما فيش حاجه كريم اقدر اقول للعيان حطه الحمار هيضيع،
مع ان في مكتوب ده كريم للاحمرار ومع كده ما بيجيبش النتيجه القويه يعني. ده خلاص بيبقى هو ده. وفي حاجه بتبقى حمراء بيبقى مرض اسمه روزيشا، اكني روزيشا ده مرض لا احنا مش عايزين يا مفيده، عايزين علاج لحب الشباب وتكون طبيعيه. بس ردي عليا، ده استاذ عبد الرحمن طاهر. يا استاذ عبد الرحمن، طبيعيه لو حب شباب خفيف، هنغسل وشنا كتير وناخد بالنا من اكلنا اي حاجه ده الطبيعي. لكن لو تقيل ما الحاجات الطبيعيه مش هتجيب. يعني لو هو حب شباب اللي انا قلت عليه ده مامل او العمل غصب او بلاك هيدز مش هيجيب. ده لازم ادويه ولازم يعني لازم متابعه مع دكتور عشان يديني الغسول والدواء والمراهم والكريم ويشوف ويتابع معايا بالظبط. طيب انا اسفه بس انا هو برده نفس الافكار اتش يو اس عين بيقول علاج البشرة الدهنية ازاي تكون صافية زي البشرة العادية. يعني هو قصده يقول ان انا لو انا عندي بشرة دهنية وعندي دمامل، هل في يوم من الايام ممكن بشرتي تبقى صافية؟ لا هو ما قالش عندي دمامل، هو بشرة دهنية. لو هو بشرته دهنية ممكن تبقى صافية؟ دي ربنا خلق البشرة الدهنية دي حاجة فيكي، انا ما اقدرش اقول لك انا هعالج واغير لك انت سمرة وتقولي لي اديني بياض. طول ما انت هتستعملي العلاج هتبقي فاتحه، تبطلي العلاج ترجعي كما كنت. فهو اللي عنده استعداد للبشره الدهنيه لازم يبقى ماشي على سيستم في حياته، ان انا اغسل وشي كتير، ما اكلش حاجات مؤذيه، ما احط لوشنز في ات نايت بالليل، الحاجات اللي هي تعملي كنترول على السيبم، على الدهون اللي بتفرز من الغدد الدهنيه. انا عايز اسال سؤال تاني، هل ممكن ان احنا لو انا بشرتي دهنيه، او انت زي ما قلتي حضرتك ان 90% من نسبه المصريين بشرتهم دهنيه عشان سمرهم، هل ينفع ان انا ابقى محافظه على ان انا انظف بشرتي باستمرار؟ تنظيف يعني عند 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 الناس اللي هو النتواياج، وان انا اروح اعملها تنظيف. بصي انا والبخار والبق واقعد انا بخاف من الحاجات دي. لو هي في حبوب وتعملي نتواياج وهي موجوده او تنظيف تروح طلع لك حبوب اكتر. ياه. وممكن تفتحي المسام، يبقى عندك مسام مفتوحه على كتر النتواياج. فعشان كده هي مش هي لما تبقى يعني بيجي ناس عندهم بلاك هيدز كتير جدا مشوهه يعملوا نتواياج لكن مش باستمرار، مش زي ما كل الناس فاكره ان كل شهر. لا 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 اعملي نتواياج كل شهر ده هينظف بشرتك. لا 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 لا. انا خطر. انا بحب العيان يقدر يعمل حمام بخار وينظف بايديه في البيت، بيبقى الـ يقولوا الافيشنسي يعني قوه التنظيف اضعف صحيح، لكن على الاقل مش هيخرم لي. يعني ايه نظف بايدي يا دكتور؟ ممكن حضرتك تشرحي لنا يعني ايه يعني وبعد اني حمام ولازم يبقى مواصفاته زي الحمام؟ لا حمام بخار يعني تطلعي عامله وشك في ميه شويه كده دافيه فتلاقي وشك بقى صهد وبقى واسع. في الصيدليه حاجه اسمها كوميدو اكستراكتور، اي واحد يقدر يجيبها، عباره عن زي عصايه كده زي مبرد مثلا مبرد. حاجه لا رفيعه وزي الابره. هي ابره زي الابره ليها فتحه، بتحط المريضه البلاك هيد في وسط الفتحه وتتك عليها كده طالع البلاك هيد. ده ممكن اعمله انا في البيت؟ دي تعمليه في البيت، اعمليه بقى على هتطلعي مثلا عندك 20، نفرض عندك 20 بلاك هيد، هتطلعي اول مره 3 4 ولنجت كويس مش بطال، وتستني اسبوعين تانيين وفي عامله ده في بيتك وبطريقتك. وهتحس المريضه لما تتكي على هتقول لك اي هتتوجع فهتوقفي، ما يبقاش فيه اي حاجه حد من تيم بيضغط عليكي. طيب عنيفة. من ضمن الاسئله برضو اللي جايه لنا المسام الواسعه. ايوه في بنات كتير وفي اصدقاء لينا كتير وفي ستات كتير جدا بيبقوا ماشيين في الشارع احنا شايفين مسامها مسام واسعه. دي برضو ايه، هنرجع نقول دي طبيعي يعني نوع بشره طبيعه، بس نقدر نعمل لها ايه؟ بصي هي دلوقتي يا مفيده في سيرمز المفروض بتاثر على البورز على المسام، ومكتوب عليها بيبقى مكتوب عليها ما يقولوش بقى بتشيل المسام، بتعمل بول ريفاينر، بتخلي المسام الواسعه تبقى مسام ضيقه. يعني بتجيب فايده ولا لازم ولا ايوه؟ لا لا دي استمراريه. استمراريه قد ايه بقى يا دكتور؟ ان شاء الله طول العمر. يعني دي حاجه اساسي يعني انا عندي العيب ده اجيب الكريم ده علشان يبقى افضل موجود طبعا طول العمر. يعني معناها انت بتيجي بعد 3 اشهر تزهقي، تقعدي يوم اسبوعين ثلاثه تقولي اوكي انا زهقت وبعدين ترجعي له تاني، مش عيب.
طب احنا ما اتكلمناش على مشاكل البشره الجافه. اكيد برضو من اصدقائنا اللي بيشوفونا ممكن يكونوا هم بيض وخواجات وكده وعندهم لا وفي سمر عندهم وفي بقى ايه بقى برضو. ايه مواصفات البشره الجافه؟ انها تبقى مشققه، بتبقى مشققه وعليها قشره وحمره شويه محمريه، ولما تزيد قوي تقلب بهرش. طب ايه الحل؟ الحل بقى المرطبات. اي نوع؟ لا طبعا ده في انواع كثيره جدا. في دلوقتي مرطبات بالفيتامينات، في مرطبات معاها بيلر لما يبقى القشر تخين. خدي بالك انا بتكلم على البشره الجافه كله، مش بس وش. اي بالظبط، ممكن ايدين ممكن كعب، ممكن ايديكي من هنا. فبقى في السوق كميه موسترايزرز او مرطبات كثيره جدا. بس ايه احسنهم يعني؟ انا مش النوع، لكن المكونات هتبقى ايه؟ شوفي، هي مش المكونات، هي بتعمل ايه. يعني مثلا عندك ندي مثل بسيط، الفازلين. الفازلين كويس، هو بيحجب ان الميه بتاعت جلدك تتبخر، يعمل طبقه عازله. تمام، له فانكشن، له وسيله. وفي حاجات بتنزل تخلي طبقه الدهون اللي موجوده في جلدك نحتفظ بيها، اللي هو سيراميد. يبقى لازم مادة السيراميد تبقى موجودة. نمرة ثلاثة، عاوز أغذي جلدي، جلد ناشف بقى وعامل كده ومطان، أبقى أنقي مرطب يحتوي على الفيتامينز. يبقى فيزلين، سيراميد، فيتامينز. ده كريم لو أنا لقيته في السوق يبقى فيه مكونات دي، ممكن يبقى هو أستعمل الاثنين. أستعمل الفيزلين ده متقيل قوي بيلزق، ما أقدرش أستعمله الصبح، لكن وأنا قاعدة بالليل أحطه في بيتي مثلا. يعني هو مش مكلف. فكويس. طيب انا الوقت بيجري مع حضرتك جميل وممتع، بس انا صعبان عليا. في صديقه ليا ايمان التومي بتقولي السليوليت، ارجوكم حل السليوليت. انا عارفه ان ده بره الموضوع بتاعنا، بس هل السليوليت اللي بتعاني منه المراه المصريه في رجليها في ايديها حل غير ان احنا نستعمل اجهزه؟ حتى الاجهزه وقتيه، ما هو انا برضو هنرجع نقول هل كل جسم بيعمل سيلوليت؟ معظمنا، احنا نقول معظم الستات اللي بيبعتوا لنا كلنا كلنا سيلوليت. لكن تلاقي مثلا في اماكن اخرى من القاره العالم دول هم مش سيلوليت. يا دكتور، يبقى احنا بقى طريقه اكل وطريقه حياه، ما فيش رياضه وما في، والاكل الغلط والقعده المده الطويله، يعني كلها دي بتساهم. غير الجينيتك بريديسبوزيشن، يعني الاستعداد الجيني. طيب في حل، نعمل بقى الحل، بقى نقول الحل ايه. الحل نعمل رياضه، دي في ايد اي حد، مش صعبه. ان شاء الله يا رب امشي حوالين البيت. اوكي ماشي. تمام. ما اسمنش خالص، ما يعني بقى ما انا بقى ما انا يقول لك الغاوي نقط بطاقيته، يعني هعمل ايه تاني؟ حل ما اسمنش خالص دي واسعه، بس مش مشكله. يعني خلينا في الرياضه، على وزني. يعني الرياضه دي من ضمن الرياضه كويسه قوي، وعدم السمنه المفرطه زياده. وبعدين احنا ساعات بنعمل حاجات بس برضه مش قويه. يعني اللايبوليسيس ده اللي احنا بنحقن في كل حته فيها سيلوليت، بنحقن ماده بتدوب الدهن، تدوبه، مش بتشيل الخلية بتاعت الدهن، بتخلي الحالة أحسن، لكن مش بتضيعها. مش بتضيعها. دكتور منى العقبي، أنا بشكر حضرتك جدا، وعلى وعد إن احنا نلتقي بيكي في أيام كتيرة إن شاء الله. الله بشكر حضرتك. بعد الفاصل هنلتقي النهاردة الثلاث، شيف محمود. وشيف محمود موضب لنا حاجتين. شيف محمود محضر لنا صدور رومي محشية بالفستق والمشمشية وكريسمس كيك. بعد الفاصل.